السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد، طاجين باللحم والطاطا الحلوه مع السلين، كيجيو رائعين جدا. كنتمنى انكم تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر. نبداو على بركه الله البنات. كنحتاج اللحم اللي هو اختياري، يعني شحال ما بغيتو ديرو. وكنحتاج مطيشه، واحد مطيشه. كنحتاج واحد البصله، كنحتاج القرفه والعود ديال القرفه، كنحتاج تقريبا نص معلقه ديال البزار، معلقه ديال السكينجبير، ومعلقه ديال الخرقوم والملحه حسب الذوق، واحد سنوف ديال الثومه، وكنحتاج زيت الزيتون. اول حاجه كندير هذاك البصله هي الاولى، كنزيد مطيشه، وكنزيد زيت الزيتون، كندير الملحة، كندير هاد العطرية كلها، بالنسبة للثومة البنات أنا غادي نحكها. صافي، من بعد ما غادي نحك هاد الثومه غادي نديرها فوق البوطه حتى يتشحر كلشي. صافي البنات، هانتوما شفتو انا راه درتي فوق البوطه. غادي نميلونجي هاد اللحم والبصله بما تشحر هاد اللحم مزيان، ولا بان ليا باقي خاصو شويه ديال الزيت راه غادي نزيدو ليه الزيت. المهم نتوما عين كون ميزانكم، ولا كيبغي الزيت يعني زيت العود راه يدير، راه بالعكس راه زيت العود راه صحيه وراه زوينه. صافي البنات، ها نتوما تشوفوا راه تشحر. غادي نزيد معاه هذاك العويدات ديال القرفه كيعطي واحد النكهه زوينه. صافي، وغادي نزيد بطاطا، بطاطا الحلوه البنات. انا ما وريتهاش لكم قبيله، قلت باش ما نكثرش عليكم الفيديو في التقديم. صافي، غادي نبقى حتى نستف البطاطا ونرجع لكم. صافي البنات، من بعد ما استفت هذاك بطاطا الحلوه غادي ندير الزبيب من الفوق، كيبقى اختياري يعني شحال ما ديال الزبيب بغيتو ديرو. وغادي نزيد هذاك القرفه اللي وريتكم المره الاولى فوق منها. راه كيجي معسل وعلى مزيناته، ما غاديش تبعوا منه البنات الا جربتوه. صافي، غادي نزيد واحد شويه ديال الماء، ماشي بزاف. نتوما راكم عارفين الطاجين البنات راه ما كديروش فيها الماء بزاف، يعني غير هذاك البخار ديالو راه كيطيب. صافي، وغادي نسد عليه بما طاب ونرجع لكم. صافي البنات، هانتوما شفتو راه بدا كيطيب، غادي ندير به شويه ديال السنيده من الفوق خير باش يزيد يتعسل مزيان. صافي، وغادي ندير واحد دقيقه وغنفيضي. البنات، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي من بعد ما طفيت عليه، مع باقي سخون الفوار طالع منه راه كيجي معسل وزوين. كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تنال اعجابكم، ولا اول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.